تحل اليوم الذكرى الثانية لاستشهاد البطل المصري العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في 7 يوليو لعام 2017 في هجوم إرهابي على كمين البرث برفح بشمال سيناء، حيث يدفع حماة الوطن دماءهم الغالية للدفاع عنه، ومع كل شهيد يرتقي يحفر اسمه في لوحات الفخر والشرف ويخلد داخل الوجدان. عامان مرة وما زالت ذكراه خالدة في النفوس وصوره معلقة في القلوب قبل أن ترفع بميادين مصر. إنه الشهيد أحمد صابر منسي، أيقونة شهداء حرب مصر ضد الإرهاب، كما لقب قائد الكتيبة 103 صاعقة عقب استشهاده ومعه عدد من أفراد الكتيبة في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي. أنا أتذكر إن أنا يوم استشهد، هو قعد في العريش، استشهد جمعة، ما جاش مستشفى الجلاء العسكري غير تاني يوم السبت الفجر. كان طلبي الوحيد إن أنا عايزة أشوفه قبل ما يدفن، وفعلا حققوا لي الطلب ده. ويوم السبت الساعة 6 الصبح خدوني بالعربية وودوني مستشفى الجلاء، ودخلت وطلعوا لي من التلاجة وشفته وطمنت عليه. قعدت أبوسه من جبينه كده وأطبطب عليه وأقول له اطمن، مصر بخير، اطمن يا أحمد، أنا متأكدة إن مصر هتبقى بخير، اللي أنت عملته في مصر مش هيروح حاضر، دمك مش هيروح حاضر. منسي مقاتل من طراز مختلف، لا تفارق الابتسامة وجهه رغم المعارك الشرسة التي خاضها وسلسلة الانتصارات التي حققها مع زملائه في مواجهة الإرهابيين في مناطق مختلفة من شمال سيناء. لو على المواقف البطولية كتير 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 كتير، يعني مهما حكيت والله مش هقدر أجمع شغله وتعاملاته مع في مرة اتصاب قبل استشهاده بحوالي 3 شهور أو حاجة، اتصاب في دراعه وجات له شظية وما قالش برضو غير لما رجع أجازة، ما قالش وبقى يكلمني ويطمن عليا ويحاول يبقى صوته عادي. اكتشفت بعد كده طبعا ان الإصابة عملت له التهابات وحاجات، وخد مضادات وحرارته عليت ودخل المستشفى وخد مضادات حيوية وحاجات ومحاليل، ما قالش. ولما عرف ان الموضوع محتاج يروح رفض يروح، طب اعمل عملية عشان يشيل الشظية، رفض يشيلها ونزل رجع تاني لجنود وما يقدرش يسيبهم في ساحة المعركة أو في المداهمة أو في حاجة زي كده. ابن منيا القمح بمحافظة الشرقية، المولود عام 1977، هو خريج الكلية الحربية دفعة 1992، الذي خدم لفترة طويلة في الوحدة 3 تسعات قتال، وهي وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام 2013 قبل أن يتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفا للشهيد رامي حسنين الذي استشهد في أكتوبر عام 2016. مصر بقى بالذات علشان هي بلد ربنا حميها وباقية إلى يوم الدين، فلازم يبقى في تضحيات. طول عمرها جيشها بيضحي عشانها، وده مش جديد عليها من أيام 73 و67 والعدوان الثلاثي، حروب بقى ياما يعني. فكل دي بقى بتقول إن جيش مصر بيضحي عشانها. أنا واثقة جدا في العمليات العسكرية اللي بتحصل في سيناء، وواثقة جدا في القادة، وواثقة في القرارات بتاعتهم وفي طريقتهم في التعامل، وواثقة إن إن شاء الله سيناء هترجع ومصر كلها هتبقى كلها مفيش ذرة رمل منها هتروح مننا. ذهب الشهيد مقدما روحه ثمنا للدفاع عن الوطن من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء، تاركا لزوجته وأطفاله سيرة تحكى، قصة بطل لم يأبه للموت، وقف كالأسد مدافعا بجسارة عن وطنه ومضحيا بدمائه حتى آخر قطرة.